قال: وذكر ابن عبد البر من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة وفشو التجارة، وحتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وفشو القلم، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق. أعد. قال: إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة، يعني يقتصر السلام على الخواص من الناس. الرسول يقول: أفشوا السلام بينكم، سلم على الصغير والكبير والحر والعبد والفقير، الغني والفقير. السلام حق للمسلم على المسلم، فإذا ترك هذا وصار ما يسلم إلا على كبار الناس وعلى الخاصة، هذا من علامات الساعة. هذه واحدة. نعم. وفشو التجارة. فشو التجارة كما سبق، يشتغلون الناس بالتجارة، البيع والشراء، وتنفتح عليهم التجارة وينشغلون بها عن الدين ويطغون بها على العباد. نعم. وحتى تعين المرأة زوجها على التجارة. حتى المرأة ما كان من عادتها أنها تشتغل بالتجارة، اللي يشتغل بالتجارة هم الرجال، والمرأة تقوم بأمور البيت وتربية الأولاد ولا تشتغل بالتجارة. في آخر الزمان تشتغل بالتجارة مع زوجها، تشارك زوجها أو تنفرد هي، كما ترون الآن النساء والأموال بأيديهن، يتاجر مثل الرجال أو أكثر. هذا الشيء ما جرى في الزمان السابق، هذا من علامات الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فما أخبر به لابد يقع، وهو يخبر بذلك للتحذير، تحذير المسلم إذا أدرك هذا الشيء أن يأخذ حذره. نعم. وقطع الأرحام. قطيعة الأرحام في آخر الزمان تقاطعون عند الدنيا الواحد ما، وأيضا ينشغلون، ينشغل بعضهم عن بعض، ما يفكر بأقاربه ويزورهم ويزورونه، لا، مشغول بدنيا، مشغول ليل ونهار. يمكن إذا حصل له شيء من الفراغ ينام يرتاح، إذا استيقظ يلا أعماله، ولا يفرغ أنه لأقاربه أو يزورونه أو يزورهم، ما يفرغ لهذا، مشغول بالدنيا. نعم. وفشو القلم. وشو القلم يعني كثرة التعليم، من أول ما يتعلم إلا أفراد من الناس، ما يتعلم إلا أفراد من الناس يتعلمون العلم الشرعي، وبعضهم تعلم الكتابة اللي يكتبون نادر، من أول تجد البلد ما بها إلا كاتب واحد، والآن فتحت المدارس وأقبل الناس الحاضرة والبادية كلهم تعلموا الآن، كلهم يكتبون، كلهم يكتبون، الرجال والنساء والأطفال والكبار كلهم يكتبون، ما في أحد ما يكتب. والدول تتسابق إلى محو الأمية، ما يسمونه محو الأمية، ما يخلون أحد ما يتعلم، يبقى أمي لا يكتب ولا يقرأ. هذا من علامات الساعة. نعم. وظهور شهادة الزور. ظهور شهادة الزور، من التنافس في الدنيا يحصل شهادة الزور، وشهادة الزور هي الشهادة الكاذبة، الشهادة الكاذبة، من أجل يحصل الشاهد على طمع، أو من أجل أن يضر من لا يحبه، يشهد عليه يضره ويكيد له، أو يأخذ في مقابل هذا مال أو غير ذلك.
والله جل وعلا أمر بالشهادة عن علم وعن معرفة، لمن شهد بالحق وهم يعلمون. شهادة الزور من أكبر الكبائر، شهادة الزور من أكبر الكبائر. لا تزال قدم صاحب الزور حتى تجب له النار يوم القيامة. شهادة الزور خطيرة جدا، تكثر في آخر الزمان، لأنه يخف في الدين، تظهر الأهواء والأطماع، يفزع لمن يحب أو من يريد، يفزع له بالشهادة، فزع يسمونه، فزع له، ولو كان أنه يكذب يشهد له. واللي ما يشهد عندهم هذا ما في خير ولا به إعانة للآخر، يذمونه وهذا ما في خير، يبخل بالشهادة لو ما عنده خبر، يشهد من باب المجاملة، من باب الطمع، من باب الحقد على المشهود عليه إلى آخره. الشهادة أمرها خطير جدا، لا بد أن الإنسان ما يشهد إلا عند الحاجة، ولا بد أن يشهد بما يعلم، وما لا يعلم يقول لا ما أدري. نعم. وكتمان شهادة الحق، كتمان شهادة الحق، يشهدون بالزور والكذب، وأما الحق اللي عنده شهادة حق هذا يكتمها. كتمان الشهادة نهى الله عنه، ولا تكتموا الشهادة، من يكتمها فإنه آثم قلبه، لأن الشهادة تبين الحق ويحتاج الناس إليها. شهادة الحق، الشهادة عن علم صدق، يحتاجها الناس، البينة على المدعي، والبينة هي الشهود، منين يلقى الشهود؟ إذا كتمت الشهادة بالحق شهد الناس بالزور، لأنه لا بد من الشهادة، لا منه صاحب الحق، واللي عنده خبر وعلم كتم الشهادة عند ذلك تحصل شهادة الزور. فالحقيقة أن شهادة الزور أنها خطر على المسلمين، ضياع للحقوق، تسلط للظلمة على أهل الحق. صاحب الحق ما يجد شاهد، يكتم الشهادة، يكتمها إما خوف وإما طمع، يقال له لا تشهد نعطيك كذا وكذا، وإما عدم مبالاة، أو يكون فيه في نفس الشيء ولا يشهد بالحق يكتم الشهادة. الشهادة لا بد منها لأداء الحقوق، لكن تكون بحق وعند الطلب، ويجب على من تحمل شهادة أن يؤديها عند الطلب، يجب عليه ذلك، ولا تكتم الشهادة. آخر الزمان تكتم الشهادة، شهادة الحق تكتم، شهادة الزور تكثر. نعم.